السلامة للجميع إن شاء الله. أكيد نرجع نكرر إنه هذا شيء بالنهاية هو لمصلحتنا وللمحافظة على الصحة العامة بشكل عام. مشاهدينا ننتقل وياكم إلى أول فقراتنا اللي هي الأخبار المحلية. هيئة الاتصالات والإعلام تحذر من انهيار منظومة الاتصالات والإنترنت في العراق. حذرت هيئة الإعلام والاتصالات من انهيار منظومة الاتصالات والإنترنت وتطالب خلية الأزمة بوضع حلول عاجلة. قالت الهيئة أنها تحذر من تداعيات استمرار عدم السماح لفرق الصيانة التابعة لشركات الاتصالات. لحظة كورونا. اطلع اطلع تعال 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 اطلع 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 احرقوه اطلع احرقوه اطلع قام يقحقح بالاستوديو اطلع اخوان قام يقحقح بالاستوديو معقم بسرعه جيبونا المصور اللي يقح بالاستوديو قام يقحقح ما لازم الميز لازم شيء اخوان الحقونا الحقونا جيبونا شيء اي شيء شمغل يا من الباب انا ارش اعقم ديتول جوا شيء تاير نحرقه بالاستوديو ما عنده مشكله اي شيء لا هو احرقوه انا جد لا فعلا قام يقح فخلنا نتاكد من عنده صحيح هي قام يقح بس استخدم الطريقه الصحيحه للسؤال اللي هو سوى هيك اي اوكي سوى هيك بس شنو هسه يلزم الباب وين يطير يلزم الباب يلزم اي شيء يا سعال اخواني لحقونا والله العظيم لحقونا ماكو هيك هسه احنا احمد دير ماكو فوق الاستوديو يا احمد اخوان مصور بديل بسرعه زعبور ولا زعبور اصعد اطلع 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 لا تفوت لا تفوت لا تفوت لا غصيت ولا لا تفوت بالاستوديو مريت مصور انا اقوم احرك الكاميرا والله مريت اسف انقطع لا تفضل بس على مود سلامتنا وسلامه الجميع لا اكيد صار اكو رعب عن المكان يلا مشاهدينا تالي هاني قالت احمد يعديني يلا وقالت هيئه الاتصالات انها تحذر من تداعيات استمرار عدم السماح لفرق الصيانه التابعه لشركات الاتصالات والشركات المجهزه لخدمات الانترنت من القيام بأعمال الصيانة الدورية وتجهيز الوقود للمحطات الإرسال كون أن هذه المنظمات ستصبح معرضة للتوقف بسبب قيام بعض الجهات بعرقلة عمل الفرق الفنية الخاصة بشركات الاتصالات والانترنت دون الالتزام بمقررات خلية الأزمة. وأضاف البيان أن قطاع الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات يمثل العمود الفقري في مواجهة الأزمات في العالم وسيمثل العامل الحاسم والرئيسي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وأن الاستمرار بالتغاضي عن أهمية هذا القطاع الحيوي سيؤدي إلى مزيد من الخسائر التي يعود بضررها على المواطن العراقي. يعني بسبب يعني كارثه تخيل انه مع حظر التجوال الناس قاعده بالبيت وانترنت ماكو يعني هنا تصير كارثه نفسيه قبل كل شيء صحيح اين ذهبت كلينكس ارد اعطس يمكن عداني ما اعرف ما ادري دا تعدل الكاميرا يا عدل الكاميرا اجيب كليدس يا ربي سترك يا ربي راح نعطي العطاس مو انا بعد ما اجي لا العطاس مو من ضمن أقدم استقالتي مو بس إجازة العطاس مو من ضمن لا يا ربي ليش هيجي ليش اخوان جيبوا لنا هنا راح يسوي لنا حجر بالاستوديو لا العطاس مو من ضمن الأشياء قضية الإنترنت صار عليها ضغط كبير جدا الإسعال التي حدث في الاستوديو اي هاي شاغلة بالي هسه حتى ما فيها حل أقرأ مالك خلق أقرأ ممكن نخلص الحلقة اليوم من وقت والله من نختمها القضية ما بين انه حظر التجوال صار ضغط كبير جدا على شبكة الانترنت وبالتالي حذرت هيئة الاعلام والاتصالات مع العلم انه هي طالبت من شركات المزودة والمجهزة انه هي تزيد ساعات الانترنت بالنسبة للناس حتى يكون جيد بسبب كثرة الاستخدام وكانوا محاسبين حساب للضغط اللي راح يصير لكن الان يمكن احنا بيوم اللي قالوا شركات التجهيز انه هم راح يزيدون الساعه او يعملون على زياده الساعه الانترنت صار سيء جدا واعرف البارحه يمكن كان من الايام السيئه بالانترنت تعرفون مثلا احنا اكو بعض الاماكن شغلها كلها على الانترنت صحيح البارحه للاسف كان سيء فما اعرف شنو السبب اعتقد يعني هيك خلينا نحكيها بالعامية يراد لهم شوية ضبة شركات الانترنت
اكو تهاون كبير جدا من قبل هيئه الاعلام والاتصالات معهم. يعني نرجع ونقول انه احنا بدنا ندفع فلوس، نعم، وفلوس محرزه على قولة اللبنانيين، تمام، لكن الخدمه سيئه. يعني اذا بالبيت، اذا بالشغل، يعني انت احنا موجودين، اذا نتكلم عن القنوات او المؤسسات الاعلاميه والصحفيه، نعم، فهي ما تسحب مثلا خطه ب 30,000 او 60,000، لا، هذا نعم، تسحب ميجات وساعات انترنت كبيره جدا. يعني تخيل انت هذه الساعات الكبيره هي سيئه، فكيف ما انه الناس اللي قاعدين بالبيت؟ صحيح. يعني الوضع لازم نشوف الحل. يعني قضيه الانترنت وقضيه التزويد وهذا الموضوع لازم له حل. يعني ما يصير يبقى بهذا السوء، الجوده سيئه جدا. ممكن اهم يعني موضوع حظر التجوال اثر بالنسبه، هم دا يطالبون انه الكوادر الصيانه كوادر الصيانة، أكو سؤال أيضاً بالكنترول، لا إله إلا الله، هذا مجدي قاعد، فهم دي يطالبون أنه يسهلون حركة الكوادر اللي يكون عملها في صيانة هذه المؤسسات حتى تستمر، لأنه فعلياً هي راح يكون تأثيرها مباشر وسلبي على المواطن العراقي وحتى على باقي المؤسسات اللي مطلوب من عندها العمل حتى تطلع حجة حتى يسوي استثناء ظروف الحظر، يطلع حجة حتى يسوي استثناء ممكن. لا بس فعليا يعني انت عندك منظمة اكثر شيء ده تستهلك عندك في مجال، اكثر شيء الناس مستفاده من عنده او دا تستخدمه او عليه لود بهذه الفتره، فتخيل بدون اي كوادر تسوي صيانه او انه هي خلينا نقول تراقب سير العمل في هذه المؤسسات، فيعني اكيد لازم انه يسوى لهم استثناء. يعني شنو المشكله؟ ماكو مشكله، بس احنا هيك نسولف. يعني سألتي إنها مشكلة، سيقول لك تحكي عليهم، ما أحكي عليهم، بس إحنا قمنا من ثق بأي شيء بهذه الحياة، فبالتالي كل الأخبار اللي ممكن تسمعها لازم أكو بيها إن، يعني هيش تحس، لا لازم يعني أكو بيها إن. المهم اسمح لي بس هم فضلك. يعني أمطوك الحجة، مو هي هاي الفكرة، أمطوك الحجة بالضبط. أوكي. محافظ السليمانية يعلن اكتشاف علاج لفيروس كورونا عبر شركة محلية. أعلن محافظة السليمانية بإقليم كردستان هافال أبو بكر اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وقال أبو بكر في حديث متلفز أن إحدى الشركات المحلية تمكنت من تصنيع علاج لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع العلاج الشهر المقبل على المواطنين في العراق والإقليم. وأعلنت إحدى شركات إنتاج الأدوية في العراق عن البدء بإنتاج دوائين يستخدمان بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأضافت أنه من المؤمل المباشرة بالإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة، وإمكانية توفرها لدى المريض خلال الشهر القادم وبشكل مجاني، حرصا والتزاما من الشركة لمد يد العون لما تتطلبه المسؤولية الوطنية. هذا يمكن بارحة من أخبار المفرحة كانت بالنسبة للكثيرين، لأن تعرفون نحن بالوقت الحالي إذا نتكلم عن البلدان العربية أو إذا نتكلم عن بلدان الكرة الأرضية كلها لا زالت في سباق، تخوض سباق من أجل أنه تكتشف علاج لهذا الفيروس. فهي مو غريبة أنه تكون عندنا شركة محلية أيضا تواكب هذا السباق وتحاول أنه هي يعني توازي ما تقوم به الشركات العالمية. لكن للأسف هواي من الأطباء اللي موجودين سواء على السوشيال ميديا أو حتى بلقاءات تلفزيونية فندوا هذا الموضوع ونفوه أنه العلاج الذي قدمته هذه الشركة هو اللي يستخدم لمرض السارس والملاريا، وبالتالي هو موجود وما راح يكون أنهم مكتشفين شيء، هو موجود لكن ممكن أنهم راح يصنعوه يساعد، ممكن يكون يساعد في الشفاء من فيروس كورونا، لأنه مثل ما كانت التصريحات العالمية والدولية أنه هو مثل ما ذكرنا حتى قبل ونوهنا كثيرا أنه يستهدف المناعة، فأي حالات خلينا نقول شفاء تمت كانت عن طريق زيادة المناعة للأشخاص بالأدوية اللي هي أصلا متوافرة وموجودة، يمكن من ضمنها الدواء اللي ذكرته اللي هو للملاريا والأمراض الأخرى اللي هي أصلا موجودة، فيعني مو فتفت شيء. أي بس يعني شنت هجمة كبيرة جدا عليهم، نعم. هم شركة عادي، هم راح يسوون وهذا الدواء ما معترف به، وهذا ممكن أنه بعض الأدوية اللي أيضا انتشرت بكثرة أنه هي ممكن تساعد على الشفاء من هذا المرض، أكدوا أنه هي نعم.
لا الشخص المصاب ممكن ياخذها تؤدي يعني تاثر عليه بها سايد افكت، بها اعراض جانبيه ممكن تاثر عليك. بالمقابل انه ممكن ياخذها المصاب تساهم يعني نوعا ما بنسبه قليله جدا انه هو بشفاء. يعني احنا صراحه كلنا امل انه يكون هذا الخبر صحيح. لحد الان لا الشركه طلعت واكدت ولا احد مصدر موثوق طلع ونفى، لا زال الخبر كانه فقط للسوشيال ميديا يعني او للتهدئه او هيك حتى لو يعني للتهدئه يعني، لكن يجب ان ياكدون هذا الموضوع. يعني ماكو واحد يطلع مثل هذا الخبر يعني على ود يهدئ، والله لا اكتشفنا الدواء وبعدين يطلع كذي، لا مستحيل. ممكن تكون هي جهود مبذوله من قبل الاطباء في السليمانيه وايضا من قبل الشركات، احتمال يكون هذا الشيء صحيح، واحتمال انه يكون مجرد هو قيد العمل عليه، لكن احنا نتامل خيرا. يعني احنا شنو اللي نريده اكثر من هيك؟ وايضا في السليمانيه وبخصوص مكافحه فيروس كورونا، بناء مستشفى خاص لمكافحه كورونا من قبل متبرعين في السليمانيه. اعلنت اداره رابين التابعه لمحافظه السليمانيه الاحد بناء مستشفى خاص لمكافحه كورونا من قبل متبرعين في المحافظه. قال المدير العام الصحة في الإدارة هيوا محمد أنه تم الشروع ببناء مستشفى خاص لمكافحة فيروس كورونا من قبل الخيرين. يعني الموضوع موضوع يمكن مبادرة مجديد على الناس، أكيد مجديد على يعني الناس الخيرين، فعلية كبيرة. ويعني هو هذا الشيء الفعال اللي نريده من قبل الناس المقتدره ماديا. اكيد هي صحيح خطوه متاخره، لكن ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل. يعني نعم. المفروض هذا بالبدايه تصير حتى نجيب الناس كلهم ونحجرهم في مكان واحد. سيف انت لا تنسى، خلينا نكون صريحين، احنا في البدايه كنا ما ماخذين الموضوع بجديه انه هو ممكن يوصل لنا، وكنا يعني متاملين لا حتى في بدايه الحالات انه هو مثلا راح يبقى في الصين وهم راح يقول علاج، وكنا متخيلين ايضا احنا انه في ظل التطور اللي وصلنا له الطبي والتكنولوجي وكل هذه الامور انه راح نلقى العلاج في ظل هذه الفتره، بالاضافه الى انه كنا متخيلين بسبب انتشار الخبر اللي ذكرناه بحلقه البارحه انه ممكن من ارتفاع درجات الحراره ينتهي هذا الفيروس. فكل هاي الافكار اللي كانت تنتاب العامه خلتنا انه نستهزئ ونستسهل الموضوع كانما احنا راح نكون بعيدين عنه. هسه الخبر الاخير اول شيء يقول انه حتى درجات الحراره المرتفعه هي راح تقلل. نعم. من نشاط الفيروس. ممكن لا، وممكن لا ايضا، يعني احنا ما نقدر نجزم بهذا التوقع الى ان فعلا تقل او ترتفع درجات الحراره عفوا. بالضبط. نعم. القضيه الاخرى يمكن الباحه ايضا بالاخبار اللي تم تداولها انه اكو مستشفيين راح يتم بنائها، واحده في بغداد وواحده في محافظه الانبار. يعني نتمنى انه يكون هذه او تكون هذه الاخبار هي حقيقيه وذات مصداقيه، لانه هذا شيء ساهم مثل ما قلنا بالحد من انتشار هذا الوباء بشكل كبير وسرعه الشفاء بالنسبه للناس المصابين، وتكون اكو اماكن للحجر، اماكن صحيه وملائمه تخلق بيئه نظيفه وصحيحه وصحيه بالنسبه للناس اللي موجودين بالحجر، وايضا تسرع بنسبه شفاء الناس المرضى مثل ما ذكرنا. الخبر الاخر هي السخريه والفكاهه تخففان من وطأة حظر التجوال في العراق. نعم. في الأوقات العصيبة تجد السخرية والفكاهة في طريق أو تجد طريقها لدى العراقيين كأسلوب في التعامل مع الأزمات، فتجدها تتسلل وسط الأزمة للتخفيف من حدتها وجعلها أقل وطأة على النفس، وربما كمحاولة لتقبل الواقع، وهو ما بدأ واضحا على صفحات التواصل الاجتماعي منذ إعلان دخول العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية حظرا للتجوال بسبب وباء كورونا المستجد واضطرار العراقيين للبقاء في البيوت.
صفحات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي غصت بالمنشورات والصور الساخرة عن فترة البقاء في المنازل وكيفية استخدام الوقت بعد حظر التجوال. الرجال والنساء، الأزواج والزوجات كانت لهم حصة مهمة في موجة السخرية هذه، وتزايدت مشاركة وسمي هلا بالمشاكل في إشارة لبقاء الأزواج معا لفترة طويلة في المنزل من دون الخروج. يمكن أنا قلت لكم بالبداية الحظر التجوال يعني المشاكل، هاي هذا الفكرة. واعتقد احنا بمواقع التواصل الاجتماعي شفنا انه شلون الناس بدأت تسخر من حظر التجوال، لانه هو هذا صار مواقع التواصل الاجتماعي هي المتنفس الوحيد بشكل بالوقت الحالي عفوا للناس اللي موجودين في البيوت وملتزمين. بس تخيل بعد كل هذا يصير مشكلة بالانترنت، عادي نرجع الزمن الجسمي تزيد المشاكل. تزيد المشاكل اي صدق كم بدنا نقعد نطير ركز على اذا هسه 50% المشاكل فتصير 100% اذا انترنت معك 50% هسه لا 50% يعني النسبة اكيد راح تزيد. هم الناس حتى على المعاش يسوى بيناتهم مشاكل هيك هاي صارت مشاكل ليه بسبب انه كمية الضغط اللي موجود على الناس صراحة. يعني احيانا بسبب ضغوطات الحياة بالاضافة الى انه انت مثلا اذا انت تشتغل من الصبح لليل وما ترجع للبيت الا بوقت متاخر وتكون بعيد يعني عن هموم البيت ومشاكلهم يعني ما تفكر بكثره بالامور اللي ممكن تحدث. لكن من تقعد بالبيت فوق ضيمك وضيم السلفه وضيم الايجار وضيم ابو المولد وضيم القهر كله وضيم الراتب المتاخر وضيم ما ادري شنو اللي عندك تمام، والحكومه اللي مثلا ممكن كافه تنشر طاقه سلبيه ارجوك. لا تخيلي بس انت كل هذه الضغوطات وتجي المره بالبيت تبدي تزيد اوكي وجهها لي قمزه. هسه اكبر مشكله تقريبا دا يواجهوها الازواج انه النساء اكتشفت انه مثل ما انتشر على السوشيال ميديا انه النساء بدات تكتشف انه حياتها اليوميه تسمى حجر صحي. فيعني بعد من يعني اللي موعدها وظيفه راح يتغير. اللي موعدها وظيفه يعني ربت بيت هي مكرسه حياتها للبيت وللاطفال وكل هذه الاشياء. لكن اذا نتكلم عن اللي الفتيات او البنات اللي العاملات لا اكيد هي يوميه تطلع وتروح على الاقل انه هي تروح لوظيفتها تشوف ناس تلتقي بهم ممكن تتبادل اطراف الحديث مع ناس جدد كل واحد عنده موضوع معين. اكيد اكو شويه روح اكو حياه لكن الله يعين اللي قاعدات في البيت وما يشوف انا احد وهسه فوق هاي الهوسه كلها اجى رجلها ينكد فوق راسها صح لو لا؟ لا صح يا لاع؟ لا لاع؟ اخذينا فاصل مشاهدينا نكمل وياكم فقراتنا بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير وننتقل إلى فقرة الأخبار الفنية. لا أنا قمت أخاف على نفسي يا جماعة الخير. لا ممكن ننهي الحلقة بس لحظة حرارتي أنا أبدا أرجع لبيتنا. اقول لك ترى هي مره سنه تطلع عندك يعني ترى سنه تقوم تقوح وتصعد حرارتك وتبدي ما هذا كان 14 قول والله. لا ماكو ما عندي حراره بس هيك قحه قصيت يعني ممكن الاعراض تظهر بالتوالي بالتوالي صارت عند الشحرجه حشرة. يا ربي عدي اليوم على خير مو صار عندي فتشي انا متحشرج ماما انا برجع لبيتنا احجر نفسي حشرجة شنو يعني حشرجة يعني فتشي حشرج يعني اوكي راح نصدقك يلا شارك يلا
وفي الأخبار الفنية، ماذا يفعل مشاهير هوليوود في الحجر الصحي؟ تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت العديد من الحكومات حول العالم الإجراءات الاحتراسية والذي تتضمن البقاء في المنزل للحد من انتشار المرض. ولأن المشاهير لا يختلفون كثيرا عنا، فإن إجراءات العزل تشملهم أيضا. فكيف يتعامل المشاهير مع تواجدهم بالمنزل؟ وهل يتعامل البعض بشكل أفضل مع إجراءات العزل؟ نرصد لكم كيف يقضي مشاهير هوليوود وقتهم في العزل المنزلي. البداية مع أرنولد. قضي الممثل الأمريكي أرنولد وقته بالمنزل مستمتعا بالجاكوزي وممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على لياقته. أما ليدي غاغا فتقضي فترة الحجر. خلينا نشوف أرنولد وبعدين نرجع ليدي غاغا. أوكي نشوف أرنولد. Here I am at home, taking a jacuzzi, smoking a little stogie. I just finished a bike ride and a little bit of workout. And I just, you know, keep staying at home and away from the crowds and away from outside. The reason why I'm saying that is because I still see photographs and videos of people sitting in outside cafes all over the world and having a good time and hanging out in crowds. That is not wise, because that's كما ذكرنا. أما ليدي غاغا فتقضي فترة الحجر الذاتي برفقة حبيبها في لعب الورق وألعاب الفيديو. نشاهد الفيديو. مغني الكندي جاستن بيبر وزوجته هايلي بالدوين فيقضيان فترة الحجر المنزلي في الرقص ومشاهدة مباريات البيسبول. نشاهد. وأيضا تنشر جينيفر بيس فيديوهات لفترة الحجر المنزلي الخاصة بها التي تقضيها برفقة خطيبها أليكس وأبنائهما. نشاهد. يعني نشوف ان هما يمكن بعض العوائل مثلا بالايام العاديه او بالويكند مثلا يروحون الاماكن الترفيهيه، بينما نشوف مشاهير هوليوود هم يعني الترفيه عندهم بالبيت. هو الترفيه كله عندهم بالبيت، عندهم السينما، عندهم الصاله اللي خاصه بالرياضه، عندهم المسبح، الحديقه، فهو اوريدي كله موجود بالبيت. يعني احسن مكان يقعدون به. بالضبط. الخبر الآخر، مغني بنت الجيران يسخر من كورونا بالأحضان والقبلات. هاجم الإعلام المصري الفنان عمر كمال المعروف باسم مطربي بنت جيران وزميله رضا البحراوي بسبب فيديو مثير للجدل سجل لهما مؤخرا وظهر فيه وهما يجلسان في حديقة حيث احتضن كل منهما الآخر وقام بتقبيله وسخرا من طريقة التعامل مع انتشار عدوى فيروس كورونا في مصر. وعبرت وسائل الإعلام عن غضبها الشديد بسبب ما أسموه الاستخفاف بخطورة الوضع الصحي الذي تشهده مصر والعالم. الأحضان وكان ده كله أخيرنا يعني السلام عليكم وعليكم السلام يا الكلام ده كله. حبيبي يا جمية. حبيبي عامل ايه؟ عامل ايه يا جمية؟ حبيبي عامل اخبارك؟ الحمد لله. حبيبي واخويا نجم مصر الفنان رضا البحراوي ربنا يخليك يا رب. عامل ايه؟ كرم الحمد لله. عطشان قوي لسه شارب منها بس عادي عطشان ما يهمش مفيش أي مشاكل. حبيب قلبي يا جمية
كنا بنتكلم حبيب. اللي احنا مش لازم يعني نحضن بعض، مش لازم مش لازم قوي اه مش لازم اللي احنا نحضن بعض. هبص يا حبيبي، مش عادي يعني، الله على الله، احنا بنبوس بعض، احنا ربنا حمينا والله يا جماعه، وحياة ربنا. يعني يا شعب انا عايز اقول للشعب المصري قول يا رب. يعني مع الاسف احنا اوكي نشوف هواي بوستات وفيديوهات سخريه من الموضوع لهدف السخريه، لكن من انت تكون يعني متابع من قبل كثير من الناس، خصوصا انه الاغنيه مالتهم كانت كلش ناجحه، وهذه الفتره تحديدا اكو تركيز جدا كبير من الجمهور عليهم، وتجي انت بدل ما تنصحهم انه يتوقون من هذا المرض وياخذون الموضوع بجديه، تنزله كسخريه وتشجعهم على البوس والحضن والتلامس يعني مع انه، وطبعا واجه انتقاد كبير جدا من زملائه المشاهير، خلينا نقول في مصر، سواء ممثلين او مطربين، الاشخاص المشاهير بشكل عام، انه احنا كل يوم بدنا ننزل فيديوهات توعيه وبدنا نطلب من الناس يبقون بالبيت ويلتزمون باجراءات السلامه، وانت تجي تنزل هيك فيديو، طبعا اكيد لهم حق، لكن بعد ذلك اعتقد انه هو نزل فيديو اعتذار. وشنو الفائده يعني انت تروح تلوصها وبعدين تجي والله اسف؟ يعني ماكو شيء. صحيح، وانتشر على يعني مجال واسع جدا، يعني ممكن بعض الناس عادي انه ياخذون به، انه خلاص على قولته احنا ربنا حمينا، بس رب العالمين ما قال لك انه انت يعني ذب نفسك بالتهلكه وانا راح اطلعك، لا، قال لك انطيتك عقل، استخدم عقلك. خلينا نغير جو، روح للخبر الاخر. نذهب الى كواليس ديو، كله حلو لصفيناز ومنى عطيه. انتهت الفنانه صفيناز والمطربه منى عطيه من تصوير فيديو كليب كله حلو داخل استوديوهات السمنودي، والذي تعد أول ديو غنائي واستعراضي يجمع ما بينهما، والمقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية في الأسبوع المقبل. يدور محور الأغنية حول الابتسامة والأمل والطموح إلى الأمام وترك الهموم والابتعاد عن المشاكل للرغبة في راحة البال، وذلك في إطار حماسي وسريع. نظرة لقيتني صانع الهوى يا يا بار يا رجعنا وياكم مع مشاهدينا. لحظات حلوه تخلص بسرعه، هذه المشاهد التي تقطع الانفاس. اقول لك يمكن عيوب بقى بيها شويه، احنا مو مثل والله شو بعد بيها شويه. رايكم نتفرج الفيلم كله؟ ها بقى بيها شويه؟ شو اكو بيها شويه بعد بقى ولا لا؟ ماكو مو اكو بعد شويه؟ عوازم يلا خلينا نروح الخبر كافي نخاف على صحة استاذ سيف من هذه المشاهد المؤلمة. حريق هائل يدمر موقع تصوير مسلسل النهاية ويوسف الشريف ينجو من دون إصابات. نشب حريق هائل داخل موقع تصوير مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف، قضى على الديكور الرئيسي ومعدات التصوير بشكل كامل بعد الانتهاء من تصوير أحد المشاهد الخطيرة ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2020. وأكدت إنجي على زوجة النجم يوسف الشريف عدم صحة ما تردد من شائعات حول إصابة زوجها جراء الحريق، مؤكدة أنه لم يكن متواجدا أثناء الحريق من الأساس، كما أنه تم السيطرة على الوضع من دون أي خسائر في الأرواح، لكن الديكور الرئيسي تم احتراقه بالكامل. الباشا بيقول لك ان الحمامات عاوزه تتنضف، يلا قوم شوف شغلك اللي ما خلصتوش طول اليوم.
شوي تتعاركون ما ادري صار لي ساعه الصراحه ما استغرب لانه العمل مقرر انه هو ينعرض ب 2020 فخلص يعني هذا ب 2020 اعرف بس يعني على اللي صار بموضوع قصدك على الوضع العام اي فعلا فيعني 2020 يعني ما ادري نتوقع خير وبركه كل شيء خير وبركه والله كلها خير وبركه المهم صحيح فاصل وروح يا أنا وياكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير ونستكمل فقراتنا بالأخبار المنوعة. وأول خبر اللي هو منع طائرة إسبانية من الهبوط خوفا من كورونا. لجأت سلطات مدينة غواياكول في الأكوادور إلى تصرف غريب للغاية لكي تمنع هبوط إحدى الطائرات القادمة من إسبانيا، وذلك خوفا من العدوى بفيروس كورونا، حيث تعتبر إسبانيا من الدول الموبوءة به. وأظهر مقطع فيديو التقط من داخل طائرة مروحية تابعة للمطار الاستعدادات التي تمت بوضع عدد من وسائل النقل والمركبات، ومنها ما هو تابع للشرطة والمرور على المدرج لمنع الطائرة القادمة من الهبوط. حق هذا الخوف يجي يسوي بالعالم كل شيء ممكن تسوي في سبيل انه انت تحمي نفسك وتحمي اهلك وتحمي المواطنين اللي عندك تخلي السيارات دولة كاملة بالضبط يعني مع يعني بس مو بهاي الطريقه صحيح الطريقه شوي مو بهاي الطريقه يعني كان ممكن انه هم يعني يصدرون قرارات انه خلص يسدون المطار مفروض. او يمنعون اي طائرات قادمه من اسبانيا مو توصل الطائره ويمنعوها من الهبوط. الخبر الآخر الحلاقة عن بعد متر أحدث طرق للوقاية من كورونا في الصين. تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمصففي شعر في الصين يحملون عصي بطول أكثر من متر تم ربطها بفرشاة وماكينات حلاقة ومجففات الشعر، وذلك لتقديم خدمة قص الشعر من دون لمس مباشر ومن أجل جعل الزبائن يشعرون بالأمان وسط انتشار فيروس كورونا. ويقول صاحب صالون حلاقة كنا متوترين للغاية في البداية لأن الفكرة الإبداعية يمكن أن تضيف ارتياحا كبيرا لدى الزبون والحلاق على حد سواء. يعني ما اعرف شو اقول بس هو مرات الحلاق قريب علينا ويخرب شعرنا فما بالك من بعيد لا مو اذا ما يلزق بك احس انه شفتوا شلون دا يغسل له شعره احس انه اكو معاناه اكو جهد دا ينبذل بشكل يعني الله يعينكم طول شعركم عادي هالفتره يعني ما اقبل مشكله يلا خبر اخر
وفي خبر آخر في الأخبار المنوعة، فيديو يرصد رقص وغناء الشرطة الإسبانية في الشارع للترفيهي عن المواطنين. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لقوات الشرطة الإسبانية أثناء قيامها بالترفيه عن المواطنين خلال فترة الحظر التجوال التي تم فرضها في قرى ومدن إسبانيا، وذلك كوسيلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. الشرطة الإسبانية تقوم بالترفيه عن المواطنين بالرقص والغناء، وفي مقطع فيديو الذي تداول بشكل واسع على السوشيال ميديا، ظهرت عدة سيارات للشرطة تجوب الشوارع لفرض حظر التجوال والتأكد من أن جميع المواطنين متواجدين في منازلهم. يلا الخبر الآخر، صفي ناس تنتهي من تصوير فيديو كليب. لا خلصنا من هذا الخبر، وهذا كان آخر خبر ويانا لحلقة اليوم. نسيس إخوان، بس صراحة يعني فتشي كلش لطيف، مبادرة لطيفة من الشرطة الإسبانية. أعتقد من يسوون شيء بإيطاليا وإسبانيا، يعني الأشياء اللي يسووها دي نشوف أنه بالعالم العربي دي يكرروها، فمعقولة نشوف الشرطة العراقية مثلاً هم يعني دي يغنون. يعني ممكن، ليش لا؟ يعني كل شيء كل شيء ممكن يصير، يعني من أجل الترفيه. يعني يمكن هذا الفيديو وين خلاص عفو ممكن مخرجنا خلنا نختم مخرجنا مو هذا الفيديو. خلنا نختم، يلا ختمي اكو غير فيديو. ختمي يلا مشاهدينا، وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم بهاشتاج شباب. يا رب تكونوا استمتعتوا ويانا وغيرتوا جو شوية. نلتقيكم غدا في حلقة أخرى من الخامسة إلى السادسة. إلى اللقاء. شوي الفيديو قبل ما تروحوا. إلى اللقاء.